داعش لا يهدد العراق بقدرة السوداني عن الفساد جزء محمي من واجهات سياسية. والنائب مصطفى العرسان للعبادي مغيبي الصقلاوية والرزازة والقائم في رقابكم. والعالم الهولندي المثير للجدل يتوقع حدود زلزال قوي يوم الخميس المقبل. ووزارة العمل تحدد المحافظات والأقضية الأشد فقرا في العراق. وفي بغداد وقفة احتجاجية ضد التطبيع. متابعينا الكرام، حتى لا يفوتكم أخبار العراق العاجلة، يرجى دعم الصفحة بلايك ومتابعة. تفاصيل الخبر الأول: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن الفساد جزء محمي من واجهات سياسية. وقال السوداني في حديث أن بعض المتورطين في صفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية وسيتم الإطاحة بهم قريبا. وأضاف أن الفساد حاليا هو من يهدد الدولة العراقية وليس داعش، وأن جزء من الفساد محمي من قبل واجهات سياسية. وبالشأن الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن القسم الأكبر من الإيرادات الغير النفطية يتم الاستيلاء عليها من قبل موظفين فاسدين. وتابع أن العراق الأول بالمنطقة من حيث النمو السكاني، ولفت إلى أن قانون النفط سيشرع خلال 6 أشهر أو أكثر. وبشأن ملف الحدود، قال السوداني هناك لجان للتنظيم والسيطرة على الحدود العراقية مع تركيا وإيران. وفيما يتعلق بسوريا، استدرك رئيس الحكومة بالقول لا بد من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مردفا إن من أبرز التحديات التي تواجهه العراق الوضع الأمني في سوريا. وشدد السوداني لا يوجد اسمه داعش، إنما هناك مجاميع تطاردها القوات الأمنية، مؤكدا الحاجة إلى قوات أمنية أجنبية بل إلى علاقات أمنية. التالي: النائب مصطفى العرسان للعبادي مغيبي الصقلاوية والرزازة والقائم في رقابكم. القائد العام للقوات المسلحة الأسبق يتساءل عن حدود أمني هز الآلاف الأسر العراقية بغياب أبنائهم ولا يعلم الحقيقة في فترة حكومته. تولينا رئاسة لجنة البحث عن المغيبين فعلا، وتوصلنا إلى دلالات قطعية تشير إلى غياب قسري. تفاجأنا بتسويف عمل اللجنة من قبل السلطات الاتحادية في حينها غير مكترثين لحالة مئات الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر عودة أبنائهم. مغيبي الصقلاوية، الرزازة والقائم في رقابكم. في إطار متابعة لتطورات الحركة الزلزالية، حذر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك من زلزال قوي سيضرب مناطق حول العالم في 6 أبريل الجاري على حد قوله. وفي مقطع فيديو شاركه معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الإجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي، وهو المعهد الذي يرعى أبحاث العالم الهولندي العلمية منذ فترة، أوضح أن الأسبوع الأول من أبريل والذي سينتهي باكتمال القمر في 6 من شهر سيكون حرجا فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية. التالي: أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد المبحوثين من الأسر ضمن حملة البحث الاجتماعي. وفيما حدد المحافظات والأقضية الأشد فقرا، أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد إخراج أعداد كبيرة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وشمول أسر جديدة. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية أنه منذ تاريخ 2023/1/15 ولغاية الآن تمكنت الوزارة من إجراء البحث الاجتماعي لأكثر من 650 ألف أسرة، مؤكدا أن عملية البحث الاجتماعي مستمر حتى الآن. ولفت إلى أن أشد الأقضية فقرا كان قضاء الكحلاء في محافظة ميسان، مؤكدا تمكنت الوزارة من تغطية
وشموله من خلال إجراء البحث الاجتماعي والاستهداف الديمغرافي لجميع المتقدمين فيه. وتابع أما المحافظات فكانت الأشد فقرا محافظة المثنى، وتعهد أكبر محافظة من حيث عدد الزيارات الميدانية. اتمكنت الوزارة من إجراء البحث الاجتماعي لأكثر من 20,000 أسرة في المحافظة، وتم مسحهم بالكامل باستثناء عدد قليل سيتم بحثهم اجتماعيا. التالي: وقفة احتجاجية في مدينة الصدر شرقي بغداد ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع في آيار 2022 على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. إلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم 2/3 أبريل من عام 2023، ولا تنسوا دعم الصفحة بلايك ومتابعة، والسلام عليكم.